طيب اللحمه على النار بيستوي، عدل اللحمه المشويه يا عم الشيف، بطاطس بوريه. انا مش هشتغل في البطاطس البوريه دلوقتي، دي اخر حاجه هعملها. هنعمل دلوقتي مع بعض شويه رز بالمشروم والبصل صيامي، عشان اخواننا المسيحيين كل عام وحضراتكم بخير. معانا رز مصري ومعانا مشروم، المقادير على الشاشه، مخرجنا الجميل، فريق العمل الجميل، وبصل اخضر. مش هتحط بصل الاحمر بتاعنا يا شيف، لا هستخدم بصل اخضر. المقادير تاني: رز مصري، مشروم، بروتين نباتي قيمته الغذائيه عاليه جدا، وده يعتبر رقم واحد من ضمن الخضروات الغنيه بالبروتين النباتي، امن يعني. ومعانا بصل اخضر لطيف وجميل، ومعانا فصين من الثوم وزيت زيتون. هو ده طبق الرز الصيامي، تعالوا نعمله مع بعض سريعا. حل على النار ومعانا ميه بتغلي علشان ما ياخدش وقت كبير من في السوى، اهو زي الفل. بنستخدم زيت زيتون يا عم الشيف، بسم الله الرحمن الرحيم، اهو. ومعانا بصل اخضر ومشروم، نمسك المشروم ده نقطعه كده بالسكينه يبقى لطيف وحلو. المشروم بقى استخدامنا له بصراحه يعني لغايه دلوقتي احنا مش فاهمينه صح، يا اما بنعمله شوربه المشروم بالفراخ او بالدجاج، ولكن المشروم استخداماته كتيره. ممكن نتعامل معاه في حشوات مختلفه، حته لحمه نعملها رولز كده محشيه مشروم زي كوردن بلو، مشروم مع جبنه. نستخدم المشروم ده في بعض انواع اطباق الشوربه زي الشوربه اللي هستخدمها اعملها النهارده، شوربه الخضار ممكن اضيف لها مشروم. ممكن اعمل بيه الصوصات اللطيفه الحلوه، ممكن اعمل بيه رز زي ما هشتغل دلوقتي يبقى لطيف وزي الفل. اهو مشروم زي ده كده متقطع، انا شغال اللحمه بتستوي قدام عينيا، بقلبهاش كتير طبعا. وقواعد شوي اللحم او المشوي عموما، لازم تكون الجريلا سخنه او الطاسه اللي هتشوي فيها سخنه، عشان حته اللحمه ما تنزلش البيون او الجوس بتاعها او الصوصات اللي فيها، تقوم حته اللحمه تنشف اللي انت بتشويها، تقوم تاكليها زي السفنجه ما فيهاش طعم، وتقول اللحمه ليه جايباها من عند الجزار ملهاش طعم، انت اللي عملتيها وتعاملتي معاها غلط. لازم تشويها على جريلا سخنه او في طاسه سخنه. اهو ده المشروم جاهز، معانا بصل اخضر، بصل اخضر زي ما هو كده بنقطعه، رز بالبصل الاخضر يا شيف، دي مدرسه الفرايد رايز من المطبخ الياباني او الصيني، استخدامهم للبصل الاخضر دايما في الفرايد رايز بتبقى لطيفه وحلوه. ده مشروم اهوت مع بصل اخضر، والطاسه او الحله بتسخن على النار، حلو. بصل الاخضر مش بناكله بس مع طبق الفول الصبح، لا ممكن ندخله بعض الاطباق زي فرايد رايز زي ما انا شغال كده اهو، نعمل بيه شوربه تبقى لطيفه وحلوه. حلو قوي تشكيله الخضار دي، لطيفه عينيه، حلو الكلام. هنحط فص ثوم حلو كده، وناخد الخلطه اللطيفه دي كده زي ما هي قبل ما اطلع الفاصل بتاعي، انزل بيها في قلب الحله. اهو اساتذه المصورين حبايبي فرسان التلفزيون المصري، مشروم، بصل اخضر من خير ارضنا، العالم بيحسدنا عليه. بصل الاخضر بتاعنا ده مش موجود في اي بقعه في الارض غير في الارض الطيبه مصر، خلي بالكم. اه بتلاقيه بره باشكال واشكال مختلفه بس مش بنفس الطعم، بصل الاخضر بتاعنا ده كده معروف طبعا. الكرات اللي هو الكرات الفرنسي ده بس مش البصل الاخضر، زي ما هو كده بنقلبه ونسيبه يتشوح على النار. الرز بتاعنا البصل اتشوح مع مشروم، قابلني عذر زماري في طريقه حطيته، بهاراتك يا عم الشيف شويه ملح شويه بابريكا، اهو زي الفل. بابريكا حلوه، حلو. بيقولوا لي على السوشيال ميديا دايما يا شيف مغازي بتستخدم البابريكا او الفلفله الحلوه، هي هي. انا بس كده حابب ان انا برضو ايه اشرح الموضوع ده علشان نفهم الدنيا ماشيه ازاي. بابريكا او الفلفله الحلوه اللي موجوده دي معانا اهيت دي بالشكل ده كده اهو، دي يا عم الشيف بصراحه لطيفه وحلوه وهاديه بريئه، ما هيش سبايسي،
ما هي الشطه حمراء ممكن تجيب لنا مشاكل معويه، مشاكل مع القولون، مشاكل مع الجهاز الهضمي، بتهيج الجهاز الهضمي، بتهيج القولون. فاستخدامنا ليها في مشويات، استخدامنا ليها في تتبيله، في طبق فول، بتبقى لطيفه وحلوه وبتخلي الواحد نفسه تتفتح على الاكل. هننزل بالرز ده كده، اللهم صل على النبي. يلا خلصت الاكله دي كده. لازم يكون عندك ميه بتغلى على النار، ما عندكيش حله زي معايا دي كده، بيكون عندك البراد بتاع الشاي في المطبخ على ايدك اليمين وانت داخله المطبخ، يكون في ميه بتغلي تحطي منها على الرز. معانا مين؟ زي الفل. الميه هي غالي. العب. ده بتقول لي كفايه ميه بقى يا فاروق، مستنيك تقول لي ارفع ايدك، ارفع ايدك انت مصري. ميه قليله جدا. ليه بقى؟ الرز مغسول واتغسل وتركينه شويه بعد ما غسلناه، ونصيحه مني وحذاري انك تغسلي رز وتسيبيه في ميته، هيتكسر منك ويبوش ويبقى رز بلبن، يبقى شكلك وحش قوي وانت قاعد على السفره الرز معجن، مع ان واخد 30 دقيقه وزي الشيف ما قال كوبايه رز مع كوبايه ميه. وهنا بقى يبقى الشيف هو المشكله ونعلق كل اخطائنا على الكلام اللي قاله الشيف. لا بالعكس، مهم جدا وانت بتسلقي الرز لازم الرز يتغسل وتصفيه من الميه. بتعمل ايه يا عم الشيف؟ بدلع الرز. شويه رز دول تاكل منهم الطبق كله ما فيهوش منه مشاكل. اللي يقول لك الرز بيضر، لا لا خالص. الرز احنا اللي بنستخدمه غلط، الرز المصري بالذات. الكربوهيدرات اللي موجوده في الرز مفيده جدا على فكره. ولكن ان احنا نحط سمنه بلدي بقى ونجود في الموضوع ده اللي هو بيخ... بشكل مع الرز.